أجمع، وارتفع عدد الوفيات في الصين جراء الوباء إلى 361 شخصا بعد أن أودى الفيروس بحياة 57 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 17,000 حالة بزيادة نحو 2000 مصاب عن حصيلة الأمس. وخلال 8 أيام فقط شيدت السلطات الصينية مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا في ووهان، ويبدأ اليوم استقبال المرضى وتصل طاقته الاستيعابية إلى 1000 سرير. وقررت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية منع الركاب وأفراد الطواقم الذين زاروا الصين مؤخرا من ركوب السفن السياحية بأنحاء العالم بسبب كورونا، فيما علقت الجزائر والإمارات رحلاتها إلى بكين. عربيا، تواصلت جهود دول عدة لإجلاء مواطنيها من الصين، بينما شددت دول أخرى إجراءاتها للوقاية من نقل المرض. وأحط طائرة تابعة للخطوط الجزائرية اليوم بمطار العاصمة الجزائر وعلى متنها مواطنون من 4 دول مغاربية تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية. وضمت الطائرة 36 جزائريا أغلبهم طلبة، إضافة إلى 10 تونسيين وليبيين وموريتانيين من دون الإفصاح عن عدد رعايا كل بلد على حدة. وسيخضع الجزائريون والفريق الطبي الذي رافقهم وطاقم الطائرة لفترة عزل صحي لمدة 14 يوما بأحد الفنادق غربي العاصمة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. بعين الاعتبار يعني من اجل الطلبه الاجانب اللي راهم في الصين واللي راهم يعني في الاقامات هذوك، ما يخلوهمش يخرجوا حتى يعني بتصريح خاص من الجامعه، والجامعه راهي قايمه عليهم باحسن ما يكون. اللي يجيهم الله شين ما يكونوش ما يندمجوش مع الناس، لازم يديهم لي سونتر يداويهم ويشوفوا يديروا لهم الاجراءات تاعهم. هي عدوى، وعلى بالك فما حوالي 50,000 صيني مقيمين هنا في الجزائر، وهذوما طبعا يسافروا للصين يشوفوا عائلاتهم ويرجعوا، يعني العدوى هذه تشوف الانترناسيونال. بينما وجه أحد الطلاب اليمنيين الذين يدرسون بإحدى جامعات الصين الواقعة في قلب مدينة ووهان المعزولة والموبوءة بالفيروس كورونا الجديد، وجه رسالة إلى حكومة بلاده، وقال الطالب في مقطع مصور إن 170 طالبا يمنيا يدرسون في كليات ووهان وجميعهم مهددون بالإصابة، مناشدا الحكومة اليمنية بضرورة إجلائهم من الصين في أقرب وقت. وأضاف بينما أجلت كل الدول تقريبا جالياتها من المدينة الموبوءة تعطي حكومة اليمن ظهورها لنا، مؤكدا أن الوضع خطير ومقلق للغاية. السلام عليكم، معكم الطالب فهد الطويلي من مدينة ووهان، أدرس في جامعة China University of Geoscience في قلب مدينة ووهان المدينة الموبوءة. طبعا حاليا الآن على الطلاب اليمنيين اللي في هذه المدينة ما يقرب 170 طالب يمني، لا أحد يلتفت لنا، كل الجاليات تم إجلاءها ما عدا الطالب اليمني. نتمنى منكم التفاعل، نتمنى من ناشد الحكومة بإجلائنا من هذه المنطقة. إحنا الآن في السكن الجامعي، قبل يومين تم إصابة 4 طلاب باكستانيين بهذا الفيروس في الجامعة اللي جنبنا. الوضع جدا خطير، الوضع جدا موتر، لا أحد يستمع إلينا. نتمنى من حكومتنا إرسال، لا نستطيع التحرك من غرفنا، كلنا يعني ما نستطيع الخروج، لا نستطيع الخروج بسبب هذا انتشار الفيروس. فنتمنى من الحكومة إجلاءنا من هذه المدينة، نناشد الحكومة. الوضع جدا خطير، الوضع جدا مقلق وموتر، نسأل الله السلامة للجميع. للمزيد من التفاصيل انضم الينا عبر هاتف مدينة ووهان فهد نبيل الطويلي، الطالب بكلية الهندسة بجامعة ووهان الصينية. فهد، رحب بك، ارجو ان تطلعنا، يعني هل اتصلت بكم الحكومة اليمنية او احد يعني من اجل اجلاء الطلاب اليمنيين ام لا؟ السلام عليكم، شكرا لجناتكم ولكل شخص اثار وتفاعل مع قضيتنا الانسانية البحتة. احنا الطلاب اليمنيين والجالية اليمنية في مدينة ووهان يعني نعيش حالة صحيح من الخوف والرعب بصراحة، من جهة نفسية ومادية وصحية ومعنوية، وعدم صرف مستحقات يعني مالية للطلاب الموجودين حاليا في هذه المدينة. طبعا الفترة الأخيرة تشهد الوباء الكورونا، يعني تم إغلاق المقاطعة بشكل كامل، يعني توقفت الخدمات، المطارات، القطارات، وسائل المواصلات جميعها.
طبعا في هذه الحالة قامت كل السفارات وسفارة العالم بإجزاء كل دعاياها ما عدا ما عدا الجالية اليمنية لم يتم إجلاها. حاليا الآن سيد الكريم تم التوصل يعني رئيس الوزراء الدكتور معين يرأس الشناطة الآن حول فيروس كورونا والإجراءات الضرورية لحماية الطلاب اليمنيين. ونشكر الوالد وزير الداخلية الوالد أحمد الميسري على تفاعله معنا والاطمئنان على جميع الطلاب. يعني فهد يعني هل تواصلت الحكومة اليمنية أي جهة معكم حددت مثلا أن هناك رحلة ربما لإخلاءكم إجراءات لمساعدتكم؟ بصراحة هناك أخبار أن هناك رئيس الوزراء الدكتور معين مشكورا وهناك تفاعل من قبل السفير يعني لحد الآن ليس هناك أي أخبار مؤكدة. إحنا الآن ننتظر إجراءنا من هذه المدينة بفارغ الصبر يعني لم نلمسه إلى حد الآن ولكن هناك أخبار. طيب. هناك أخبار أن وزير الوزراء دكتور معين يرأس الشماع وناقش قراءات نائب رئيس الوزراء سالم الحشيشي من ثلاثة الطلاب وأفراد الجالية العالقين في مدينة ووهان. طيب. كمان نعم يعني قال إذا لم تقوم الحكومة بإجلاء القمار سيتم إجلاءهم بالتنسيق مع سلطنة عمان. فهناك يعني حركة إعلامية على أرض الواقع ونتمنى يعني الخروج بنتائج من هذه الأمور. طيب. نتمنى إجلاءنا من هذه المدينة. نتمنى كم أيضا مساعدة مالية عاجلة لكل الطلاب المتواجدين. فهد نعم فهد الحديث نعم يعني نعم أرجو أن تطلعنا على يعني الأحوال اليومية. يعني أنت في الفيديو قلت إنه لا يمكن خروج من المدينة الجامعية إنه هناك طلاب باكستانيين معكم في المدينة أصيبوا. ماذا ما هو وضعكم الآن يعني فيما يخص السكن الأكل الشرب الحركة في المدينة الجامعية الحركة في مدينة ووهان ماذا يحدث معكم؟ سيد الكريم احنا الان في السكن الجامعي ما يقارب من يعني لم يتبقى الا الطالب اليمني هنا. اذا حبينا نخرج يعني نشتري بعض الاغراض من السوبر ماركت بيكون فتح السوبر ماركتات 4 ساعات في اليوم. هناك بعض السوبر ماركتات فنروح عن طريق كتابه اسماءنا في كتابة معنا في وإجراء فحص نروح للسوبر ماركت نشتري بعض الأغراض. يعني الأوضاع في بالنسبة لكم هل هناك إصابات بالنسبة للطلاب أم أنه لا توجد إصابات؟ الحمد لله إلى حد الآن لم يتم يعني هناك أي إصابات من ناحية الطلاب اليمنيين. ليس هناك أي إصابات ولكن المعدل للإصابات اليومية يعني اليومية يرتفع بشكل يعني خطير. يعني قبل أمس كان عدد الإصابات يعني عدد الموتى 250 واليوم 365. فالوضع جدا خطير ومقلق و يعني لا أستطيع أن أعبر لك مدى الخوف الذي يرتفع كل طارئ هنا. نعم يعني معك حق في الخوف وربما من خلال هذه المسائل تصل رسالتك فهد أنت وبقية الطلاب اليمنيين. أتمنى أن أناشد جميع الجهات الرسمية للنظر والتحرك في مشكلتنا هنا. نحن الطلاب اليمنيين هنا يعني نتمنى من الحكومة نتمنى من المدارس الجمهورية نتمنى من الجميع التفاعل مع قضيتنا مع ناشطين مع لكي يصلوا إلى حل. أتمنى السلام للجميع. شكرا إن شاء الله. والحكومة الصينية يعني ونشكر الحكومة الصينية لما تقدمه من دور جبار في الحد من الانتشار. شكرا لك فهد نبيل. نعم شكرا لك فهد نبيل الطويلي طالب بكلية الهندسة بجامعة ووهان الطالب اليمني شكرا جزيلا لك. ووصلت إلى مطار العلمين الدولي طائرة على متنها 307 مصريين عائدين من الصين بسبب الفيروس كورونا تمهيدا لنقلهم لمستشفى خصصت للحجز
والحجر الصحي مطروح. وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قالت إنها تتواجد في العلمين برفقة فريق طبي كامل لمراجعة خطة الحجر الصحي، مشيرة إلى أنه تم اختيار مرسى مطروح لأن بها أقل نسبة تلوث للبيئة. يأتي هذا فيما تجادت الانتقادات الموجهة إلى وزيرة الصحة هالة زايد إثر إعلانها تخصيص مستشفى النجيل المركزي غربي مدينة مرسى مطروح لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين، وتحويلها إلى حجر صحي تحسبا لوجود حالات مصابة بفيروس كورونا. وأثر القرار غضب الأهالي والأطباء على حد سواء، فسكان المدينة يشعرون بالذعر لوجود المستشفى وسط منطقة سكنية وبجوار سوق تجاري، بينما يتهم الأطباء الوزارة خداعهم من خلال تعاقدها مع أطباء للعمل هناك دون علمهم بطبيعة المهمة مسبقا. فيما أكد الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر أكد صحة ما أثير عبر شبكات التواصل من أن بعض الأطباء لم يكن لديهم علم بطبيعة المهمة الموكلة إليهم، مضيفا أن الوزارة تراجعت تحت الضغط وخيرت الأطباء بين البقاء بمطروح أو العودة لمحافظاتهم. من جانبها أكدت طالبة دكتوراه مصرية أنها تفضل البقاء في الصين على العودة إلى القاهرة، وبررت بسمة مصطفى طالبة الدكتوراه بجامعة بكين للغات والثقافة ذلك بأنها تخاف على أهلها في مصر من العدوى، وأوضحت في تغريدة على حسابها على تويتر أن الصين لديها تاريخ في التعامل مع الفيروسات لكن مصر لا تمتلك الإمكانات الكافية لذلك. وكان الفنان الشعبي حمو بيكا قد طرح مقطعا مصورا ينتقد فيه العادات الغذائية للشعب الصيني وطالبهم بعدم القدوم إلى مصر لأننا حسب كلامه مش ناقصين على ونتابع ذلك. خلاص خلاص يا جماعة، دي علامات يوم القيامة اللي بيحصل، دي علامات يوم القيامة، يعني كل اللي بيحصل وكل اللي احنا بنشوفه ده دي علامات يوم القيامه. ابتلاء، ده ابتلاء، ده ابتلاء من ربنا للسنين اللي بيحصل. يعني انا مش عارف، يعني انا مش عارف اكل فريم بتاكله، صراصير، خفافيش، كلاب، قطط، تعابين، دود، انا مش فاهم فيه ايه. كل اللي اقدر اقوله لكم ربنا يشفيكم ويعفو عنكم يا رب، مش عاوزين سنين تخش مصر خالص، مفيش. احنا يابا ربنا مش فينا واقف عننا، احنا تعبانين خلقه اصلا. حمو بيكا وفيروس بدلا من فيروس والرجل الذي يقف خلف حمو بيكا. المقطع المصور للفنان الشعبي أثار سخرية عدد من مستخدمي مواقع التواصل، خاصة بعد استخدام كلمة فيروس بالباء للتعبير عن الفيروس. مريم تقول حمو بيكا قال كلمته في فيروس كورونا في الصين. أسامة علق على انتشار أغنياتي بين المراهقين قال أن وجود فرد في الأسرة من مواليد العام 2000 كفيل بانتشار عدوى حمو بيكا بشكل يفوق انتشار فيروس كورونا. فيما كتب إيهاب مش بعيد تكون أغاني حمو بيكا لها علاقة بفيروس كورونا، وقال حساب هدية حمو بيكا أخطر من فيروس كورونا، حاجة سيئة والناس بتهيص على كلام ولا لي أي لزمة ولا معنى. المساء مستمرة وبعد الفاصل فقرتنا الأسبوعية استاد مباشر وأهداف الأسبوع بالبطولات الكبرى، ابقوا معنا.